بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، والفقرة الحوارية الثانية والأخيرة من حلقة يوم الخميس في برنامج الأهلي الليلة، حلقة الحصاد. نهاية هذا الأسبوع بالتأكيد في أحداث رياضية عديدة جدا، سواء أحداث محلية أو أحداث عالمية، وبالأخص كمان النادي الأهلي والتطورات في الفترة الأخيرة بالنسبة للمرحلة القادمة والاستعداد لما هو قادم بالنسبة للنادي الأهلي. لذلك في هذه الفقرة زي ما قلنا لكم في حلقة يوم الخميس تحديدا بيكون وجهة نظر الإعلام الرياضي والنقاد الرياضيين مهمة جدا معانا عشان نسمع آرائهم وانطباعاتهم عما يدور في الساحة الرياضية الكروية بشكل عام والساحة الرياضية المصرية بشكل خاص، خاصة كمان إن مصر مقبلة على تنظيم بطولة إفريقية تحت 23 سنة إن شاء الله غدا. منتخب مصر هيكون مشارك في هذه البطولة المؤهلة إلى تصفيات طوكيو الأولمبية في صيف العام القادم. لذلك النهارده أنا معايا أحد الكتاب الصحفيين الكبار، إن أنا على المستوى الشخصي من زمان كنت بقرا لهم وكنت مستمتع جدا بقلمهم الرائع الحر اللي دايما بيدافع عن النادي الاهلي، ووجهه نظره دايما كانت قويه جدا في الحق اللي دايما كان بيكون مع النادي الاهلي في فترات سابقه. ضيفي وضيفكم النهارده، او مش عايز اقول ضيف لان هو صاحب مكان، الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي والصحفي في مجله النادي الاهلي الاستاذ محمد الزرقاني. استاذ محمد منور الدنيا واهلا بيك. اهلا يا استاذ محمد، انا سعيد جدا بهذا اللقاء، وبيشرفني اكون في موجود في قناه الاهلي. في حاجه مهمه قوي، انا كل ما اجي الاقي تطوير في القناه، زي لما بدخل اي فرع من فروع النادي الاهلي بلاقي تطوير لله. بلاقي كل مره اجي فيها تطوير في القناه، وهو ده النادي الاهلي فعلا يعني. الحمد لله. طيب النهارده هنتكلم في امور عديده وهنتكلم في تفاصيل كتيره، ووجهه نظر حضرتك مهمه جدا بالنسبه لنا ولكل جمهور الاهلي. اتفضل. لانك من الصحفيين او النقاد الرياضيين اللي عندهم خبرات طويله. الله يكرمك. ودايما ليك مقياس وبتقيس كده بالترمومتر مجرى الاحداث الرياضيه. الاحداث الرياضيه بشكل عام خلال اخر اسبوع او خلال الفتره الاخيره، وجهه نظرك او تعليقك عليها او شايف الساحه ازاي؟ بالنسبه للكوره والتوقف والاستعداد كمان للمنتخب الاولمبي. والله انا اقدر اقول ان الاسبوع ده كان نتاج لعده اسابيع ماضيه. بدات بتوقف الدوري. قرار مفاجئ. محاوله لتأجيل، وهو ما حدث بالفعل، مباراة الأهلي والزمالك. كان الأهلي في أوج تألقه، مع أنه كان في بداية التألق وكان قدامه فترة من التألق جديدة وحيواصل ويزداد ارتفاعه، فحدث ما حدث اللي أنا بعتبره يعني مش عايز أصف إنه مؤامرة وتأثير سلبي اتحاد الكرة، وكان لازم يكون له تأثير سلبي. وفي أي نادي آخر كان لازم يكون له تأثير سلبي. إنما الأهلي كما تعودنا منه ومن إدارته كيف يخرج من الأزمة منتصراً. هو إذا وصفنا الحالة وصف سياسي، الأهلي خرج محقق انتصار سياسي. سياسي كروي. كروي. إذا وصفناها بالسياسة. تمام. إنه حط حدود لأشياء كتيرة قوي كانت هتحصل. كان هيستمر التلاعب وهيستمر التأجيلات وهيستمر التحيز ضد النادي الأهلي اللي ما فلحوش فيه أو ما نجحوش فيه الموسم اللي فات، كانوا هيبدأوا بدري هذا الموسم. فكان معسكر دبي. طيب المعسكر ده ما كانش مجرد إعداد. المدير الفني الجديد أو اللي كان جديد للنادي الأهلي فايلر، عارفين كلنا إنه تولى المسؤولية بدون إعداد، بدون فترة إعداد. 10 أيام قبل أول ماتش في إفريقيا. ده مش قبل أول ماتش، ده هو كان الأهلي خلص معسكر الإعداد الدور التمهيدي، الدور التمهيدي في إفريقيا. لا كان أول ماتش ليه، الدور التمهيدي كان خلص. كان دور 32. فهو اتعمل فترة إعداد ما حضرهاش. ده جه على الدوري على طول. المؤكد انه طبعا هو حس بالاعلام بيقول عليه ايه، وللاسف بعض الجماهير انساقت وراء هذا الاعلام، ان الراجل السي في بتاعه ضعيف. انه انا كنت مطمن للكلام اللي بيتقال في اداره النادي الاهلي واللي قاله الدكتور طه اسماعيل في المؤتمر الصحفي لتقديمه، احنا جبنا اللي احنا محتاجينه. والراجل اثبت فعلا كفاءته، انه شاب صغير بالنسبه للتدريب، وانه جاي يشتغل بايديه
جاي يشتغل في الملعب مش جاي يقعد ورا، جاي يشتغل في الملعب. طيب هو اعتمد على مجموعه من اللاعبين بالرغم من التدوير اللي عمله، انما المؤكد انه ما كانش عارف لعيبه الاهلي كويس كلهم. فديت اول استفاده حققها المدير الفني، انه من خلال هذا المعسكر وفتره الاعداد تعرف على جميع اللاعبين. تمام. اللاعبين نفسهم تعرفوا عليه، عرفوا شخصيته. اللي انا اعرفه عن هذا الرجل ان دماغه فيها كوره كتيره، وان هو مدير فني هجومي بالرغم ان هو كلاعب كان مدافع. انما لما دخل على الدوري على طول كان في حاجات في دماغه عايز يجربها وعايز يشوفها. التدوير ما كانش في الاسماء فقط، هو عايز يدور اللاعب نفسه محمد سعيد بس. عايز يشوفه يعمل كام دور. تمام. ده حققه في المعسكر، معسكر دبي. واكتشف ان في لعيبه ما يعرفش يعمل الا دور واحد، خلاص في لعيب يعمل دورين، في لعيب يعمل ثلاثه، هو ده تدوير اللاعب وليس التدوير جوه الفريق. اكتشف كل ده. فالاهلي حقق استفاده كبيره جدا وهو خارج من ازمه اعتقد البعض انه هيخسر فيه، يخسر فنيا، هو كسب في امور اخرى. كسب خارج الملعب، طب في الملعب كان ممكن يخسر، لا الاهلي خرج كسبان. تمام. ده اللي هيظهر في الاسابيع الجايه بعد استئناف الدوري باذن الله. تمام. الحاجه الثانيه اللي حصلت، يمكن المهندس محمد سراج اتكلم في مؤتمر انه مش كل العبء في الشغب والتوتر اللي بيحصل في الملعب من الجمهور، ان في مسؤولين وفي رياضيين هم السبب الاساسي في ما يحدث من خروج على التقاليد وعلى المبادئ وعلى الاخلاق في الملاعب، بيتحمل جزء منه مسؤولين. كان المؤتمر بيتكلم عن دور الاعلام وفي مساله التعصب، او بمعنى اصح صناعه الاعلام كمان الرياضي في مصر. ايوه، والعجيبه يا استاذ محمد ان الاعلام نفسه بيشارك في ذلك. وكان الاعلام واللاعبين السابقين كان لهم دور في هذه الندوه. أيوة. وكان بيمثل النادي الاهلي، او كان لقى رؤيه شبابيه من مجلس اداره نادي، كان المهندس محمد سراج من النادي. أيوة. الاهلي اتحقق ده، يعني ما توقعه محمد سراج الدين في ماتش كره السله. لقينا مدير فني، وللاسف هو كان مدير فني مش للنادي المنافس، ده كان مدير فني لمنتخب مصر، بيقوم بتصرفات غريبه ما شفناهاش في اي ملعب في العالم، انه ينسحب 3 مرات بحجه واهيه ان الجمهور دول كانوا اولاد صغيرين او بنات بيلعبوا في فرق النادي. الاهلي عانى في كل مبارياته مع الفريق المنافس من دخول الجماهير، من تصرفات خاطئه. نعم، بادئ الاهلي ما كانتش تسمح له انه يعمل نفس هذه التصرفات. ثم استغلال حركه فنيه ام بها لاعب من الاهلي لخلق حاله من المشاجرات والاعتداء على لعيبه الاهلي، ونفس المدير الفني قام بتوجيه الفاظ لمجلس اداره النادي الاهلي اللي كان موجود. اذا حضرتك شايف ان الاعلام هذا الاسبوع رصد كذا نقطه من مجمل الاحداث الرياضيه اللي حصلت خلال هذه الفتره. ايوه. الحاجه الثالثه اللي احنا فيها، وانا يعني انا ما عرفتش قرارات المجلس الا ما جيت القناه. قرارات اتحاد السله؟ ان هي اولا معقوله، بس هي ظلمت بعض لاعبي الاهلي المعتدى عليهم، انما في اطار ان هم عايزين برضو ايه يقولوا ان احنا يعني ادي احنا عاقبنا الاهلي برضو. الحاجة الثالثة هذا الأسبوع، إن بكرة هيبدأ بطولة كبيرة، كأس الأمم الإفريقية للمنتخبات الأولمبية أو تحت 23 كما تسمى. حضرتك كنت بتقدم قلت كأس الأمم المؤهلة للدورة الأولمبية طوكيو 2020. أيوه. أنا الكلمة ديت أحياناً تعمل لي حساسية، المؤهلة دي ليه؟ أقول لك ليه. إحنا غضبنا جدا لما منتخبنا الأول لم يفز بالبطولة، خرج مبكرا. إحنا نجحنا نجاح ساحق في التنظيم حقيقي،
يبقى انا مش قلقان، وقدام 24 منتخب من اعظم لاعبي العالم. ال 24 دول يعني حتى الدول اللي لسه ناشئه في الكوره كان عندها محترفين بيلعبوا في انديه كبرى. يبقى من ناحيه التنظيم انا مطمئن جدا لنجاح مصر في هذا التنظيم، في تنظيم البطوله الجديده، خاصه ان هي 8 فرق فقط. نيجي بقى لنقطه يغضبني التركيز على انها بطوله مؤهله. انا خايف ان الجهاز الفني للمنتخب واللاعبين يكون ده هدفهم الاساسي. انا بقول للكابتن شوقي غريب، لا، خايف ان يكون ده هدفهم الاساسي التاهل. بس هي الفكره من البطوله مش الفوز بالبطوله، عشان نتكلم برضو بكلام منطقي، الفكره في البطوله هو التاهل للتصفيات. ايوه، هم حولوا التاهل القديم اللي كان بيحصل في السبعينات الى بطوله مجمعه، الى بطوله مجمعه وتبقى بطوله، وكان الهدف منها هدف تسويقي اكتر ما منه هدف فني. بس خلاص انا بلعب على بطوله. ما هو انا لما العب على الفوز بالبطوله يبقى انا تاهلت. ما احطش في دماغي بقى ان انا داخل اتاهل، لا، انا داخل اخد البطوله فهتاهل. وبعدين لازم الجيل ده، وخاصه ده الجيل ده المفروض يلعب في المنتخب الاول، نغرس فيه فوز بالبطوله. الفوز والانتصار زي بالبطولات. لعبت الاهلي. انا بغضب لما فريق 14 سنه في الاهلي يتعادل او يتغلب. ففعلا لازم نغضب لمصر. يعني كاسات العالم اللي عماله تتلعب الايام دي في البرازيل 17 ومش عارف ايه بعد كده الشباب، وان منتخبات مصر ما تبقاش جواها، لا، حاجه مزعجه فعلا. فاحنا نغرس في هذا الفريق، وكتير منهم اعضاء في المنتخب الاول حقيقي، ويمكن دول بيلعبوا حتى في الدوري كلهم مع الفرق بتاعتهم. دول اللي هيبقوا كاس العالم القادم. اغلبهم صح هيبقوا في كاس العالم القادم. فيبقى كما يغرس النادي الاهلي روح البطوله في لعبته من الاكاديميه مش من المدرسه، من اول قطاع تحت. يعني مش هقول لك من المدرسه، ده ما قبل المدرسه اللي هي الاكاديميه. اذا حضرتك عايز تقول البطوله الافريقيه كاس الامم، بس الفوز بالبطوله ثم التاهل، ولا يعني؟ ايوه، ما هو الفوز بالبطوله هيجيب التاهل. الفوز بالبطوله هيجيب التاهل، يبقى انا نازل العب على الفوز بالبطوله. اصل هي ما هيش يا استاذ محمد، ما هيش فوز او تاهل. الفوز بالبطوله يعني التاهل. طب لو احنا كسبنا النهائي قبل النهائي، هتبقى انت فرحان. كسبنا في قبل النهائي؟ هيبقى تأهلنا رسميا الى مش كده؟ مظبوط. طيب لما يجي الماتش النهائي هتقول الحمد لله احنا تأهلنا، الحمد لله على كل حاجه. هتقول كفايه كده، احنا تأهلنا، لما نتغلب ما ازعلش، لا، هزعل. لو اتغلبنا في قبل النهائي ما هقولش قدامنا التالت والرابع، هزعل. المفروض انا داخل متأهل يا استاذ محمد. ده احنا بننظم البطوله. المفروض ان انا داخل متأهل، لا، انا داخل اخد البطوله. طيب. شوقي غريب يغرس في لاعبيه هذه المسؤولية، احنا جايين نبسط الجمهور اللي هيملى الاستاد. الجمهور ده مش جاي عشان التأهل فقط، الجمهور ده جاي ياخد البطولة. طيب، ارجع لقصة البطولة والفوز بالبطولة ولا التأهل لطوكيو. يعني طبعا الهدفين مهمين. لكن انا معايا خبر مهم جدا نطمن بيه كل الجماهير المصرية بالطبع بصفة عامة، وجماهير النادي الاهلي بصفة خاصة. طبيب المنتخب الوطني في تصريح خاص أكد سلامة حسين الشحات بعد الأشعة التي أجراها عقب إصابته في مباراة ليبيريا الودية، والأشعة أكدت أن الإصابة خفيفة الحمد لله، عبارة عن كدمة في الركبة تحتاج لعلاج لعدة أيام قادمة. ويخضع حسين الشحات خلال الأيام القليلة القادمة لتدريبات علاجية داخل معسكر المنتخب، على أمل تواجده ولحاقه إن شاء الله بمباراتي المنتخب الوطني في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم في الكاميرون 2021، مباراتي كينيا يوم 14 نوفمبر ومباراة جزر القمر يوم 18 نوفمبر. إذن خبر رسمي من طبيب المنتخب الوطني أن الأشعة أثبتت الحمد لله سلامة حسين الشحات، وأن الإصابة تحتاج إلى تدريبات علاجية خفيفة، على أمل إن شاء الله يكون متواجد في معسكر المنتخب في المباراتين القادمتين في التصفيات الإفريقية. خبر الحمد لله الجمهور كان قلقان جدا يا استاذ محمد عاقب الاصابه. يمكن الجمهور شاف المباراه بالكامل، انا شفت الشوط الاولاني وجيت والحق هذا الموعد اللي مع حضرتك، فانا في العربيه الان، انا قاعد بره الان، يعني صورة انت كده اسعدتني. الحمد لله بهذا الخبر، اسعدت كل الاهلاويه واسعدتني، ومش عشان الاهلي فقط،
عشان منتخب مصر، عشان منتخب مصر. أيوة. لان كمان الحمد لله يمكن حسين لما خرج وقعد على الدكه، الرابطه والتلج والجزء الوقائي اللي عمله طبيب المنتخب مع حسين الشحات قلق الناس شويه. مظبوط. لان الرباط اللي كان على ركبه اللاعب خوفنا لا قدر الله، لان احنا كان عندنا اصابه كبيره في محمد محمود من فتره قريبه، فخلاص انا يمكن ما شفناه، احنا ما شفناش الاصابه الثانيه. فبتبقى مقلقه. ما شفناش الاصابه الثانيه. محمد كان في التمرين. انما احنا انا شفت الاصابه الاولانيه، نفس الاجراءات اتعملت. انا ما تصورتش الا بعد المباراه انه رباط صليبي. هو صرخ وتالم وكل حاجه وفاجأ. ده حقيقي، ده حقيقي. الاهلي فيه يعني نسيت الاسم معلش، فيه ناشئ لسه عامل رباط صليبي من كام يوم في فرق الناشئين بالاهلي. فهو الاهلي مصاب. هو الاصابات قدر، الاصابات بالفعل قدر، هو محتوم لاي لاعب كره. ولكن للاسف هو بالنسبه للاهلي احيانا بتبقى امور محسوبه ومقصوده من المنافس اللي ما بيلاقيش حل لايقاف اي لاعب من الاهلي الا العنف. ومن سنوات طويله ومن لجان الحكام المختلفه اللي بتسمح بالعنف من جانب الفرق المنافسه للنادي الاهلي، وتمرر العاب يعني عديده مما يشجع اي لاعب منافس الاهلي انه يضرب. هو الحمد لله الاصابه طلعت يعني الحمد لله خفيفه ونطمئن عليه الفتره الجايه، لان صفوف الاهلي او صفوف المنتخب مش عرضه لاي اصابه الفتره الجايه. محتاجين كل لعيبه ان شاء الله تكون حالتها طيبه يا رب ان شاء الله. قبل ما ارجع واتكلم على المنتخب الاولمبي، لان حضرتك فتحت جزئيه مهمه جدا، التصفيات المؤهله لطوكيو ولا الفوز بالبطوله. اروح لتقرير النقاد الرياضيين بيتكلموا فيه عن فرص المنتخب الاولمبي والاستعداد للمرحله الجايه. نشوف راي النقاد الرياضيين في هذا التقرير، ثم نعود الحديث مع الاستاذ محمد الزرقاني بعد هذا التقرير. التنظيم طبعا يا كريم اكيد هيكون هايل زي البطوله اللي فاتت. مصر بصراحه نجحت جدا في تنظيم بطوله افريقيا، وانا شايفه برضو ان التنظيم المره دي هيكون هايل ان شاء الله، وهنقدر ان احنا نعمل بطوله ناجحه جدا تنظيميا. بالنسبه لفرص المنتخب عندنا، يعني دي حاجه صعب التوقف بيها الفتره دي. المجموعه صعبه جدا، الفرق اللي معانا قويه وفيها عناصر كويسه قوي. السكواد بتاعنا في المنتخب الاولمبي سكواد هايل، في لعيبه كتير مميزه قوي على مستوى المراكز كلها. بس يعني النتائج في الوديات اللي كنا بنشوفها مع المنتخب الاولمبي شويه ما كانتش بترقب طموحنا ان احنا ممكن نشوف حاجه كويسه للمنتخب في البطوله. طبعا احنا كلنا بندعمهم ووراهم، واتمنى طبعا ان احنا ناخد البطوله، خصوصا ان هي على ارضنا، ونعوض شويه البطوله اللي فاتت. نتمنى ده يعني ان شاء الله. انا شايف ان التنظيم بدايه من التنظيم، يعني التنظيم هيكون على اعلى مستوى. مصر قادرة على تنظيم البطولة بشكل عالي جدا، خصوصا ان احنا كان عندنا خبرة في التنظيم اخرها افريقيا اللي فاتت. شايف ان التنظيم مفيش جدال عليه ان هو هيخرج بشكل كويس جدا، خصوصا ان المسؤولين عليه حاطين سبوت واهتمام كبير عليه. بعيدا عن التنظيم، فرص مصر كبيره جدا، خصوصا المباراه بتلعب على ارضك ووسط جمهورك، في دعم كبير عليك وفي دعم من الاتحاد، في دعم من الدوله، في اهتمام من المسؤولين الكبار في الدوله على البطوله، وان مصر تحقق حاجه، خصوصا ان هي دي الفرصه الوحيده اللي تقدر ترضي بيها جماهيرك بعد الاخفاق في افريقيا اللي فات في المنتخب الاول. شايف ان احنا فرصنا كبيره جدا، وان شاء الله نحقق نتيجه كويسه ونتيجه ترضي الجمهور. المنتخب الاولمبي طبعا يعني كان زمان دايما بيعتمد على الناشئين، ناس ممكن التيم ما نعرفوش كتير، لا دلوقتي التيم بتاع المنتخب الاولمبي اعتقد ان هو تيم كبير، في لعبة محترفه، يعني عندنا رمضان صبحي وفي عمار حمدي، صلاح محسن اكبر صفقه في التاريخ في جوه الدوري المصري، يعني في لعيبه كتير جدا من الزمالك كمان ومن كل الانديه، ناس معروفه، ناس بتلعب دوري مصري بعكس اللي فات. وبعدين عندنا حافز تاني ان البطوله بتلعب على ارضنا وسط الجمهور، اتمنى ان انا نشد الجمهور ان هو يرجع في البطوله دي، وخاصه يعني ممكن تكون بدايه اللي هو ننظم للدوري كده. المنتخب بيضم كوكبه كبيره من النجوم وفرصه قويه ان شاء الله في التأهل. المنتخب الاولمبي يعني طبعا معترفين ان المجموعه قويه جدا، المجموعه الثانيه قويه جدا، ومنافسه في
البطوله كلها قوية جدا. بس خلينا برضو متفقين على حاجة مهمة جدا، المنتخب مصر يملك لعيبة قوية، لعيبة جيدة جدا، لعيبة لأول مرة بتشارك مع فرقها بشكل منتظم، لعيبة عندها حلول كتير، لعيبة عندها دوافع كتير. لما نيجي نتكلم في رمضان صبحي، صلاح محسن، أسامة جلال، بتتكلم في يعني في كتيبة نجوم، كتيبة نجوم مهمة جدا. عندنا لعيبة تم استبعادها ولعيبة على الدكة لا تقل عن النجوم اللي في الملعب، فده يدل ان احنا عندنا جيل قادر ان هو ياخد البطوله وقادر ان هو يصعد الاولمبياد. فدي حاجه طبعا بتدعمنا بشكل كبير. ده لو البطوله بتقام في اي مكان. طب خلينا بقى نتكلم ان البطوله تقام في مصر، معنى مصر ان هي بتقام على ملاعبنا بين جمهورنا، الجمهور اللي انا براهن عليه في البطوله دي. البطوله ممكن يعني ما يبقاش ليها زخم كبير جماهيري كبير زي بطوله افريقيا، بس انا اعتقد ان وعي الجمهور المصري هيخلي في دعم كبير جدا للمنتخب ده، وهنلاقي جماهير بتدعم المنتخب. غير طبعا الاعلام طبعا عليه دور كبير برده في تدعيم المنتخب ده، برضه في ثقه كبيره جدا في كابتن شوقي غريب، راجل يملك خبرات كبيره جدا في خصوصا في المرحله العمريه ديت او في المراحل العمريه الاصغر. اعتقد كابتن شوقي غريب، لعيبه الاهلي، لعيبه المنتخب كويسين جدا، الجمهور، اعتقد كل دي عوامل تخلينا يعني مرتاحين قبل ما نخش البطوله باذن الله. اهلا وسهلا بكم من جديد بعد هذا التقرير وراي الزملاء الصحفيين والنقاد الرياضيين في استعدادات مصر لتنظيم البطوله، وكمان المستوى الفني لمنتخبنا تحت قياده شوقي غريب في هذا الحدث القاري الهام جدا. استاذ محمد، تعليق حضرتك على اراء الزملاء الصحفيين وكلهم بيجمعوا على نقاط محدده. مظبوط، هي اراء منطقيه جدا، ويعني بتفق معاهم ان احنا النجاح التنظيم ان شاء الله مضمون لمصر، ومصر قادره عليه، مصر قادره على تنظيم كاس العالم كمان. يعني الفريق بالنسبة للمستوى العمري بتاعه أو أنه منتخب أولمبي على أعلى مستوى من الخبرة. طيب نرجع بقى للجزئية الأساسية اللي أنا مهتم جدا بالحديث فيها. هو أولا احنا بنلعب البطولة في البداية، الجهاز الفني أكيد هيحط عدد من الدوافع أو الأولويات. أهم أولوية هيبقى التأهل لطوكيو، نتفق على ده؟ أهم أولوية بالظبط التأهل إلى طوكيو. أيوه. وصلت فاينل هيبقى في أولوية تانية الفوز بالبطولة. أيوه. تمام. كده تمام؟ هو تمام، بس أنا برضه أنا مصمم يا أستاذ محمد، ما أنا لما ألعب على البطولة يبقى أنا اتأهلت. تمام ماشي. أنا لما ألعب على البطولة يبقى أنا اتأهلت. تمام. إنما هي مراحل. يعني هتقول لي طب أطلع الأول ولا التاني في المجموعة؟ أقول لك ما تفرقش معايا. إحنا أربع فرق قوية. مظبوط. قصاد أربع فرق قوية. يبقى أنا المرحلة الأولى التأهل للسيمي فاينل. للسيمي فاينل. لما هلعب على السيمي فاينل لازم العب على الفوز يا استاذ محمد، ما اقول يعني هل ممكن اؤجل الفوز في السيمي فاينل عشان العب على الثالث والرابع؟ لا، العب على الفوز. العب على الفوز. طيب خلاص، ده انا خلاص وصلت للنهائي، لازم العب على الفوز، مش هقول ان انا خلاص الحمد لله وصلت. يبقى التعامل مع كل مرحله بمتطلباتها. مظبوط. لكن الجهاز الفني ما اعتقدش في بدايه البطوله هيقول للعيبه الفوز بالبطوله. لا كلاعيبه، لا انا بتكلم على الجهاز الفني. الجهاز الفني هو المسؤول عن تحقيق طموحاتنا. مظبوط. انما هو يؤهل، يعني حتى في الدوري هو الجهاز الفني بيؤهل اللاعب للفوز بالمباراه. ما بنجيش من اول البطوله نقول لهم الدوري وهناخد الدوري ازاي؟ هناخد الدوري ازاي؟ ده مهمه الجهاز الفني. انما اعداد اللاعبين لمباراه كانها مباراه كوس، احنا هنلعب هذه البطوله، وخاصة ان هي مش زي بطولة كأس الأمم للكبار. المجموعات ضعيفة ونتأهل، لا ده انت ثمان فرق على أعلى مستوى، على أعلى مستوى أفريقي. بدليل حتى ان فرق شمال أفريقيا مش موجودة، لا المغرب ولا تونس ولا الجزائر. ومع ذلك دول كسبوا دورات أولمبية وكسبوا بطولات شباب وكسبوا كل حاجة، كل الفرق اللي بنلعبها كسبت. يعني يمكن كسبوا بطولات أكتر من مصر. إنما مصر مؤهلة ان هي تفوز بالدعم الجماهيري، بالملعب، بان انا واثق في ان اللعيبه بتوعنا اللي هم نجوم الدوري المصري بالفعل قادرين على انما انا يمكن ارجع بيك، انا هرجع معاك بذكريات. انا يعني ان شاء الله انا اتاهل باذن الله. هترجعني لذكريات منتخبات اولمبيه سابقه، يعني هترجعني انا بصفه شخصيه لطفولتي، يمكن من حوالي 46 سنه. ربنا انا اول دوره أولمبية عشتها كانت طوكيو. يا بعد هذا العمر فبتتكرر التصفيات تاني او سنة البطولة 64. سنة 64. البطولة دي احنا طلعنا الرابع، منتخب مصر كان موجود فيها. ايوه طلعنا الرابع. كان دكتور طه اسماعيل واصيب اصابة خطيرة،
كابتن مصطفى رياض جاب 6 جون في مباراة واحدة. كنا بنلعب كوريا الجنوبية اللي بقى دلوقتي قوة كروية جبارة. وكسبناها 10. فإن شاء الله نكرر زي ما لعبنا كأس عالم إيطاليا 34 ولعبناه 90. فإن شاء الله نوصل ونحقق نتيجة إيجابية، مش بالوصول فقط، نتيجة إيجابية في البطولة. بس أنا عايز أشير بحاجة، خطأ أم باتحاد الكورة مش هذا الاتحاد. نرجع عدة سنوات، الكابتن محمود الجهري لما تولى المدير الفني للاتحاد اتحاد الكورة كان عنده فكرة بإقامة دوري أولمبي، دوري لسن الأعمار ال 23 سنة، 23 اللي هو بيماثل في أوروبا في الدوريات الكبرى دوري الرديف. مظبوط. أنا بشك اتحادات الكرة اللي دائما بتناصب الأهلي الأعداء اعتقدت إن الفكرة دي عشان الأهلي يحافظ على لعيبته ما يسيبهمش ما ينتشروش في الأندية، خاصة المواليد اللي هي بتبقى صاعدة من فريق الشباب زي الأول. ما نيجي كل سنتين ثلاثة نلغي بطولة مسابقة عشان الأهلي يسيب لعيبته. لو كان الدوري ده موجود كنا هنلاقي دعم للأندية فرقها الأولى ودعم للمنتخب الأول، وهيبقى معانا دوري أولمبي بيؤهل للدورات. احنا بنلعب أولمبيا، أفريقيا، عالميا، عربيا، دورة ألعاب البحر المتوسط، بل إن ممكن نشارك بعد كده دوري أفريقيا محليا، كأس الأمم المحلي من الدوري ده. فكان دوري افريقيا للمحليين من هذا الدوري، من دوري 23 لو اتعمل. انما للاسف رفضوا الفكره، وهي كانت فكره كانت ممتازه وقتها، ممتازه ان هي تصب في صالح الكره المصريه وليس النادي الاهلي فقط، لا في صالح كل الانديه. بس يجي لك وجهه نظر او راي ثاني يا استاذ محمد، يقول لك ما اصل اللاعب اللي عنده 22 23 سنه وما بيلعبش فريق اول خلاص، يعني اكيد بعد المسابقه دي مش هيلعب، مش هيكمل، فاضيع وقت ليه؟ اقول لحضرتك انا موافق على بس انت عندك ما انت عندك 30 لاعب ممكن فيه 5-6 في الفريق الاول ما يلعبوش طول السنه، فتخليهم ينزلوا يلعبوا في المسابقه دي اللي هو فريق الامل. وده فكره عملها النادي الاهلي في السبعينات، هي اللي افرزت الخطيب ومصطفى عبده، واشرف عليها الكابتن عبد صالح الوحش والكابتن محمود الجهري. فريق الامل بالنادي الاهلي كان الفريق اللي صنع امجاد هيديكوتي، مش الهيديكوتي اللي صنع امجاد النادي الاهلي، هيديكوتي لما جه كان زي فايلر كده ما فيش سي في. عمل امجاد بفريق الخطيب ومصطفى عبده وثابت البطل واكرام، دول نتاج فريق الامل اللي كان معاهم الالفا كما اسماها الاستاذ العظيم نجيب المستكاوي كابتن ميم الشربين. كان هو الوحيد اللي فضل من الفريق الكبار ولعب مع هؤلاء. بس كلام حضرتك يؤكد حاجه مهمه جدا، ان الافكار دي اتنفذت في الستينات والسبعينات. ايوه، يعني انا الكلمه اللي حضرتك قلتها المقارنه الكره وقتها عن دلوقتي، الكلمه اللي حضرتك قلتها انا قلت لك انا متفق معاك عليها، ان اللي ما لعبش لغايه 23، طيب هل اوروبا غايبه عن هذا المنطق؟ ما هو المنطق ده في اوروبا. ده احنا بنشوف دلوقتي برشلونه من نجومه ولد عنده 17 سنه. رأيت امبارح مباراة لريال مدريد نجمها الأول عنده 17 سنة في دوري أبطال أوروبا، فمش محتاجين سن 23. إنما أنا بتكلم أبرزهم بالأمس كان رودريجو في مباراة الريال وجاب. أيوة، ما أنا أقول لحضرتك أنا بس ناسي الاسم. صنع هدفين وجاب هدفين. مظبوط. الكلمة دي قالها لي زمان يا أستاذ محمد الكابتن رفعت الفناجيلي. رفعت الفناجيلي لاعب فريق أول النادي الأهلي 16 سنة، لعب منتخب مصر 17 سنة. وعملت الحديث معاه ده، سافرت من القاهرة لدمياط عملته معاه. قال لي أنا بشوف رجالة بشنبات يقولوا عليهم شباب وناشئين، إحنا كنا بنلعب مع الأهلي 16 سنة. وأنا فاكر وقتها حتى كمان الكابتن زيزو وعبد العزيز عبد الشافي لعب فريق أول 16 سنة. أيوه. الخطيب نقل من فريق الشباب اللي هو 18، اتعرف الفريق الاول على طول. يعني انا بالصدفه وكانت رحله مدرسيه انا حضرت مباراه الاهلي والزمالك
تحت 18 لما الخطيب جه من نادي النصر وجاب فيه الاهلي كسب 8-1 وكان مغلوب 1-0 وهو نزل وهي 1-0 في اخر الشوط الاولاني وجاب جونين. اتصعد الموسم اللي بعده للفريق الاول. الخطيب يا استاذ محمد كان نجم سنه 74، كان عنده 20 سنة كان نجم من نجوم مصر مش الاهلي فقط. اذا الرؤيه فيها وعليها. ايوه بس انت يعني طب هي ليه المانيا فيها كم مليون لاعب؟ توسيع القاعده في المانيا كبير وفي اوروبا كمان. احنا يجب ان نعتبر ان ده نوع من انواع توسيع القاعده. انا بمتص طاقه شباب. انا بدل ما اسرح لعيبه يقعدوا على القهاوي لانه مش كلهم هيلعبوا. انما لما يبقى في مسابقه جديده تعد لي منتخب اولمبي وتستوعب طاقه شباب. انا عايز هي الرياضه ايه؟ استيعاب طاقات شباب بدل ما تتعطل وتقعد على القهاوي وتتسكع في الشوارع. لا او لعيب يبطل نتيجه ظروف يعني مصاب. انا ما اقدرش اقول لك الرقم، انما احنا كمجموع سكان عدينا ال 105 مليون اكتر من اغلب دول اوروبا. لا نسبه الممارسين لكره القدم ما يجوش 1% اصلا، مش كده؟ اقل من كده، مليون كمان. او اقل اقل بكتير. المسجلين في الاتحاد المانيا فيها 6 مليون وهي كم مليون؟ 50 او 40. طب هو ده بيبقى نوع من انواع توسيع القاعده اللي هي الرياضه للجميع. حقيقي انا هخدم المجتمع رياضيا، هخدمه صحيا، هخدمه اجتماعيا. وانا هلغي حاجات بتؤدي للفساد كتير، القهاوي، المخدرات، التسكع في الشوارع، كل ده هقدر اعالجه. العمليه مش كوره وبس ومش رياضه وبس، لا في مكاسب اجتماعيه كبيره. أكيد. طيب نرجع تاني لاستعدادات مصر للبطوله. اولا الحضور الجماهيري، هل تتوقع في حضور جماهيري؟ محتاجين الفترة القادمة يكون في شحن الهمم من الناس انها تحضر تشجع المنتخب. هو الحقيقة الاهتمام الاعلامي كمان بالبطولة. هو المصريين مع منتخبات مصر ما بيبقوش محتاجين شحس. دول من ناحية الجمهور، انما على اتحاد الكورة، على الاعلام، على الصحافة الرياضية ان هم يساهموا مساهمه كبيره قوي في شحذ الجماهير. انا ما اقدرش بلاش اقول الجمهور مستعد، الجمهور مستعد، بس لازم عمليات شحذ اعلامي، دعايه، اعرف الناس بميعاد البطوله، اعرف الناس، استغلها سياحيا. ما هو الشحذ ده هيصب في صالح حاجات كتير وملفات كتير. التسويق. يعني انا عايز نبدا بقى يا استاذ محمد نستغل الدورات والبطولات، مش سياحة، مش رياضة، مش مكسب. لا احنا شفنا يمكن كانت اول دورة اولمبية تحقق مكاسب اعتقد كانت دورة لوس انجلوس او دورة لوس انجلوس 74 امريكا حققت لاول مرة مكاسب مادية، ارباح مادية من وراء التنظيم. ايوه احنا لازم نوصل لدي، ما يبقاش ان احنا بنصرف فقط وفقط. بس لا، ده احنا لازم نكسب. وعلى فكره كل الدورات الاولمبيه بعد لوس انجلوس 74 ارقامها بتزيد بتزيد، حتى دلوقتي اصبحت البطوله بقت مشفره. ايوه، بعد ما كانت الاول بتتذاع على كل اذاعات الدول. فاحنا لازم ندخل هذه المرحله ان تبقى الرياضه دخل قومي. طيب الحضور الجماهيري ابتداء من بكره، تتوقع حضور كبير؟ ان شاء الله. مباراه الافتتاح مصر ومالي، وفي افتتاح قبلها وفي تجهيزات. يعني يمكن في ناس يقول لك ان احنا حضور الجماهير بيزداد مع المباريات. مع المباريات. لا، انا بشوف ان دايما الافتتاح بيبقى له زهوه رونق كده خاص ورونق. وانت عايز تطمن على فريقك، وبعدين الجماهير هتبقى راحه طبعا. جماهير الانديه فيها ده، انا رايح اشجع مصر واطمن على لعيبه فريقي النادي بتاعي كمان. هو في هدف قومي، انما انا بقيس على نفسي، انا عايز اطمن على كل نجوم النادي الاهلي، مش اللي بيلعبوا في الاهلي دلوقتي وبس، والمعارين اللي هم اكتر. يعني الاهلي منه 3 بس في المنتخب، بس منه 6 بره المنتخب، بره الاهلي.
دول انا لازم اتابعهم واشوفهم. المعارين في الانديه الثانيه. المعارين. الزمالك هكذا، كل الانديه الاخرى هكذا. وجود لاعب اهلاوي في منتخب مالي برضه هيعمل هيدي متابعه خاصه للمباراه. خاصة مباراة بكرة، مباراة مالي ومصر. أليو ديانج لعيب خط وسط منتخب مالي. وجمهور الأهلي شاف فيه حاجة جديدة. ما لعبش كتير. بس أنا بصفة شخصية شفت فيه حاجة جديدة. أنا بتوقع مباراة منتخب مالي هتكون من المباريات اللي فيها نسبة مشاهدة عالية بعد مباراة منتخب مصر. مظبوط. تحديدا عشان لاعب خط الوسط أليو ديانج. أيوه. ولذلك يعني أنا واثق أن جمهور مصر سيتعاطف مع مالي ما بعد مباراة مصر. أكيد طبعًا. يعني إحنا مصريين في هذه المباراة، بعد كده هنبقى عايزينه يكمل، عايزين نشوفه مع الماتشات التانية. مظبوط. بالظبط. وده هيفيد النادي الأهلي، ما يمكن يبقى أساسي بقى. طبعًا ده فايدته هتبقى كبيرة جدًا. مع إن هو صعوبة إيه بقى؟ إن الأهلي عنده القايمة 30، أنا أعتقد إن كلهم بقوا أساسيين، هي دي الصعوبة اللي هتواجه فايلر المرحلة القادمة. النهارده حمدي فتحي بيحرز هدف مع منتخب مصر في المباراه الثانيه ليه الوديه مع منتخب مصر في المرحله الاخيره. ايوه. مباراه بتسوانا هو الهدف الوحيد اللي ايوه ده الهدف الثاني. وده الهدف الثاني في المباراه الثانيه. في المباراه الثانيه. يعني ماشي بمعدل كويس. اليو ديانج مع منتخب مالي لو اساس وشارك في البطوله وظهر بشكل كويس، كل دي بقى على المستوى البعيد وعلى المراحل القادمه فايده الخط وسط وفرقه النادي الاهلي في المرحله الجايه. مظبوط. يبقى هي احنا عندنا متابعه المنتخب، متابعه لاعيبه الانديه، في هدف مزدوج. أنا كأهلاوي بحب مصر، هشجع منتخب مصر، وعايز أطمن على لعيبة النادي الأهلي. طيب. بس بتمنى بقى إن ربنا يكفي كل لاعبي المنتخب. شهر الإصابات. شهر الإصابات. طيب، رمضان صبحي هو قائد وكابتن المنتخب الأولمبي، والنهارده حتى كان في مؤتمر صحفي ليه مع كابتن شوقي غريب في استاد القاهرة قبل مباراة الغد، ورمضان في تصريحه النهارده كان بيتكلم بهدوء وباتزان وبثقة، وما كانش بيوعد، يعني كان بيتكلم بلغة لاعبي الكورة. بس هل شايف شخصيه رمضان كقائد للمنتخب في التوقيت ده شايفه ازاي؟ لان كمان رمضان من اللاعيبه القلائل في هذا المنتخب اللي عنده خبرات طويله. ايوه. مع المنتخب الاول في اخر سنتين ثلاثه. بص، رمضان احترف في انجلترا. ما لعبش كتير. بس ما سمعناش عليه اي تجاوزات حقيقي في تجربه الاحتراف. فرمضان اكتسب خبرات احترافيه برغم انه زي ما قلت لم يلعب كثيرا. انما المؤكد انه اكتسب خبرات. كان محتاج يلعب، يمكن ما نالش الفرصه بره لصغر سنه. الاهلي لما لعب يمكن الست شهور الاولانيين في النادي الاهلي ما اعطاش زي بدايه هذا الموسم. تراكم الخبرات عند رمضان بالاضافه لشخصيته القويه. انا شفت رمضان في برامج تلفزيونيه وعنده 7-8 سنين زمان لما كان بيعمل المهارات الخاصه في الحلقه مع الكابتن خطيب. ايوه. كابتن محمود الخطيب هو لفت نظره، مع انه كان في 3-4 موجودين حقيقي، هو لفت نظر كابتن محمود الخطيب. الولد عنده شخصيه، روح القياده، جسور، مغامر، فهو كابتن ناجح للمنتخب. حضرتك قلت حاجة مهمة جدا. أنا يمكن يا ريتني كنت طرقت لها في الأول، قلت ما وعدش بحاجة. أستاذ محمد، أنت عمرك شفت لعيبة النادي الأهلي وعدوا بحاجة؟ خالص، لا كانوا بيقولوا هنلعب وهنبذل أقصى جهد. بس. جملة أساسية، نبذل أقصى جهد. هذه هي ثقافة الأسس اللي يجب أن المنتخب يلعب، اللعيبة يعدوا أنه يلعب. ثم تتحقق النتيجة المرجوة بإذن الله. زي ما الأهلي بيعملها، هذا هو المنتخب. ورمضان تشبع بروح الأهلي، بأخلاق ومبادئ الأهلي، باللي ترباه جوه النادي الأهلي. أنا يعني كنت بثمن حاجات كان بيحكيها الدكتور طه إسماعيل. أنا شفت طفل صغير عنده 14 سنة بعد المباراة، هو ما شافش المباراة للفريق 14، قاعد بره الملعب بيعيط عشان يتعادل. قال له احنا احنا انا زعلان، انا بعيط، انا مش عايز اروح، عشان كان لازم نكسب. فده النادي ده الاهلي مش هيكسب في كل مباراه، بل ان انا كنت ياما كتبت ان على جماهير الاهلي ان تتوقع ان نخسر مباريات واحيانا بنتائج كبيره. ما كل الفرق بتخسر بنتائج كبيره.
في العالم، انما الفريق البطل بيخسر انما ياخد البطوله، هو ده النادي الاهلي. فلعيبه الاهلي في المنتخبات بتلعب بهذه الروح، وده اللي جاب لنا 6 8 8 و10 و10، جاب لنا 98 في بوركينا فاسو، في بوركينا فاسو جاب لنا 90 بفايسا لما دخلنا كاس العالم. النادي الاهلي عندما يكون في مستواه الكره المصريه بتتقدم. في نقطه كمان لفتت انتباهي، بنتكلم عن القياده والكابتن، هو مش عارف حصلت قبل كده ولا لا، بس احنا في التوقيت الحالي عندنا اكتر من لاعب في النادي الاهلي كابتن في منتخب سواء بلاده. منتخب بلده، يعني علي معلول كابتن منتخب تونس، ايوه، احمد فتحي كابتن منتخب مصر، رمضان صبحي كابتن المنتخب الاولمبي، ايوه، حتى منتخب الشباب مع كابتن ربيع ياسين حتى من فريق شباب في النادي الاهلي كابتنه من مظبوط من لاعب النادي الاهلي، ايوه. ده ما اعرفش اتقرر قبل كده في عدد من المنتخبات مع بعضها ولا لا، بس ده ان دل على شيء بيدل ان فرقه الكوره في النادي الاهلي بقى عندها اكتر من لاعب في حته القياده او في حته الخبره. ايوه يعني يمكن هو اتكرر بس مش على هذا على هذا الكم، انما غالبا نجوم النادي الاهلي كانوا بيبقوا كباتن منتخبات مصر. هو ده بيتقل الفرقه؟ بيتقل الفرقه. هو لما بتحكم الظروف ان هو الاكبر سنا، وانا ضد الادميه في المنتخبات، ضد الادميه ان ده، بس مش ضد بس ده بشكل عام، لان دلوقتي تحديدا عشان الموضوع اصل دلوقتي تحديدا يا استاذ محمد انا مع الادميه عشان احمد فتحي، لان احمد فتحي ما فيش احسن حد منه في مصر يكون كابتن لمنتخب مصر. مظبوط، يعني لو المعيار ده ممكن اخده بعدين اخده، بس بعد احمد فتحي لا خلاص. هل لما بقول انا مش مع الادميه ده بشكل عام، بشكل عام لا مش بقول ان الكابتن ما يبقاش اقدم واحد، ما هو لو احمد فتحي يستحق ان يكون حالة تستاهل منتخب مصر حتى لو ما كانش اقدم واحد. ده اللي انا عايز اوصل له، انا ضد الادميه ان انا ما اكونش قائد ولان في واحد اقدم مني يلعب عليا، لان انا كده الفريق هو اللي هيخسر. في اوروبا ما فيش حاجه اسمها ادميه، وما فيش حاجه اسمها ابن البلد كمان. يعني في اغلب الدوري الانجليزي كباتن الانديه ما هماش انجليز او مش بريطانيين كمان. مظبوط. فانا لا مش رافض الادميه كمعيار، مش رافض ان الادم يبقى الكابتن. احمد فتحي يستحق من سنوات طويله. احمد فتحي كان اللاعب الوحيد اللي بيلعب منتخب شباب ومنتخب اول وبيلعب مع نادي الاسماعيلي في الفيرست تيم ساعتها، وكان لسه عنده 17 بس سنه. يبقى انا مش مع الاقدميه كمعيار واحد، انما مع العوامل المؤهلة لقيادة الفرق. تمام. يكون بقى أقدم واحد، يكون أقل واحد، هو جرى العرف في مصر كده. أيوة سنة، بس هو انضرب فترة وحصل ضغوط بقى، وهحكيها لك. كاس عالم 66 كان بوبي مور كابتن منتخب إنجلترا اللي فاز بالبطولة، البطولة الوحيدة كاس عالم إنجلترا. هما خدوها بجول ما دخلش. كان شوفي فار وقتها في المانيا. تمام. كان عنده 22 سنه يا استاذ محمد. 22 سنه. كان بيلعب في عصر فيه مين؟ فيه بوب تشارلتون وجاكيت تشارلتون يلعب جنبه وكان هو الكابتن. فعلا. ولما جه مصر بيلعب مع الزمالك والسهام. لا الكابتن. الشكل، الثقة، فالنادي الأهلي بيخلق في لاعبته القيادة هذه الصفات. يعني معلش أنا بخرج في بعض الأمور. لا خالص بالعكس، لما بتلقي الضوء على التاريخ ده مهم بالنسبة لنا. زي مجلس إدارة النادي الأهلي. مجلس إدارة النادي الأهلي كل واحد فيه ينفع رئيس النادي الأهلي. ويجي بقى الرئيس رمز. كل واحد في مجلس إدارة النادي الأهلي يصلح يبقى رئيس مجلس إدارة أي نادي وأي اتحاد. هو ده النادي الأهلي. بيربي كوادر. الكوادر دي مش إداريين وبس، كوادر لعيبة،
كوادر مدربين. انا يمكن لما كلمتك عن المثل اللي ضربه في لقاء مع دكتور طه اسماعيل الولد الصغير اللي بيعيط، زميل عزيز والصديق ابن الناقد الكبير الاستاذ حسن المستكاوي، قال لي مره انا بحس ان اللاعب الجديد اللي جاي جديد النادي الاهلي ان في جهاز اشعه محطوط على بوابه النادي الاهلي، عدى عليه وهو داخل، بيعدي عليه يتغير تماما الايديولوجيه بيتغير فيه كل حاجه، يلعب على البطوله بقى. فهو ده النادي الاهلي، هي دي روح الفانيلا الحمراء استاذ محمد. الروح دي مش كره قدم، اصرار، تحدي، لعب، حرفنه، قياده. ولذلك اعظم من تولوا مسؤوليات في المنتخب وهم لعيبه النادي الاهلي. كابتن صالح سليم وانا اعتز ان انا تعرفت عليه عن قرب، لم نكن اصدقاء بقدر ما كنت انا صديق للكابتن طارق الله يرحمه. هل كنت اقول له يا كابتن هو كان احسن لاعب في الاهلي؟ يقول لي لا، كان في عشرات في النادي الاهلي احسن منه. بس هو اعظم ككل بقى، قياده، حب الجمهور، حب اللعيبه، انهم يسمعوا كلامه. كان شخصيه متفرده. الاهلي ملقان بهذه الشخصيات. الاهلي النادي الوحيد اللي ممكن على مدى ال 100 سنه وعقد من الزمان واكثر مليء بالاف الرموز، مش الاف النجوم، الاف الرموز. طيب تقييم حضرتك لفكره الشاره والمعايير اللي قلتها، ايوه، هل تتفق مع المناقشه الاعلاميه او الاحداث المتسلسله خلال اليومين اللي فاتوا لما اطرحت فكره منح الشاره لصلاح او كده؟ ولا شايف الطرح الاعلامي او طرح وجهه نظر حد من الجهاز الفني بالشكل ده ما كانتش بالشكل المطلوب؟ هذه الامور لا تناقش اعلاميا. لا تناقش اعلاميا؟ ايوه. ده قرار من الجهاز الفني مع الاتحاد المسؤول. مع الاتحاد؟ تمام. تقييم الفريق كله مش الاقدميه. بوبي مور ما كانش احسن لاعب في انجلترا. في ناس يبقى احسن لاعب ما ينفعش يكون الكابتن. ما هو حتى في النادي الاهلي فترات قريبه كان في مثلا بعض الشخصيات كان كابتن في الفرقه، وكنا بنشوف في ثلاثه اربعه كمان مع كابتن الفرقه بيقوموا بدور قيادي. على فكره كل لاعبي النادي الاهلي يستطيعوا القيام به. انا كنت انا قلت لك هفكرك بحاجه ونسيت. الكابتن محمود الخطيب في فتره هيدي كوتي الاهلي جرب هذه الفكره، لان هيدي كوتي جاي من دوريات اوروبيه. حقيقي. فلقى ان سمات القياده، اول واحد اكتشف محمود الخطيب القائد كان هيدي كوتش، مش اللاعب وبس. اللي اكتشف سمات القيادة عند محمود الخطيب كان هيدي كوتش، اكتشف انه يبقى جوه الملعب. وقعد فترة لولا نزناز للأسف، هو كان من نجوم النادي الأهلي برضه، بس هو من أيام ما كان بيلعب وهو بيعمل مشاكل، اعترض وزعل وجابه لسه زعلان من الخطيب لغايه دلوقتي. تمام. فهو اللي بوظ، وخاصه اللي بعد هيدي كوتي كمان. فالاهلي رايح نفسه من الزن ووجع الدماغ. انما الخطيب نجح كقائد للفريق. هو شيء بشيء يذكر، احنا بنتكلم على هذا الموضوع، والرؤيه الاعلاميه والطرح الاعلامي في فكره الشارع. فما مش من حق الاعلام. مش من حق الاعلام ان هو يناقشها اساسا. الاعلام جزء منه يا استاذ محمد، وللاسف هو موجه دلوقتي. الاعلام ما فيش حياد المؤكد، بس هو الاعلام ما ينفعش يكون ما ينفعش ما فيش حياد، ولكن يجب يكون في حق. يعني الاعلام لازم يكون له وجهه نظر، ووجهه النظر قد تكون مع او ضد، فبالتالي مع بالتالي بالحق. ما هو بالحق، بس بالتالي هنا مش هيكون محايد. ما فيش اعلام في العالم. في العالم في ديمقراطيه وفي حريه صحافه وحريه نشر. انا اللي بيصدر الواشنطن بوست لوبي معين. محمد سعيد، محمد الزرقاني قبلوا يشتغلوا في الواشنطن بوست باللي هم عايزينه، ولا بالواشنطن بوست عايزاه؟ بالواشنطن بوست عايزاه. انا حريتي في ايه بقى؟ ان انا اقبل اشتغل او لا. تمام. مش ان انا اكتب اللي انا عايزه. انا بحب النادي الاهلي جدا، هاخد صف النادي الاهلي
بس مش لن احيد عن الحق، هدافع عن النادي الاهلي بس ما اظلمش اخر، بس هدافع عن الاهلي واخد وجهه نظره في الحق. لا يمكن يكون الاهلي غلطان واطلع اقول انه مش غلطان على الاطلاق. تمام. القضيه الاخيره اللي اثيرت موضوع الاستبدال في انتقالات يناير القادمه يعني. أيوة. بعد ما كان في نظام على في فكره الاستبدال ما هوش في يناير بس، الاستبدال كان متاح في الصيف. امال ايه المشكله؟ ان في ناس خلصت الاستبدال، خلصت كل المتاح ليها وما بقاش فيها غير لاعب واحد وما فيش وفي البعض تاني مالي الاهلي اثنين. طيب انا ضد تغيير النظام. طب ما هو الاهلي ممكن يجيب خمسه كويس افضل ويغير. لا والله العظيم يا استاذ محمد، لو كان الاهلي استبدل الخمسه كان هيبقى ده رايي. والاهلي نفسه ما كانش هيغير، لان الاهلي كان بيحترم اللوائح. أيوة. طالما اللائحه في البدايه كده هيفضل مستمر على غايه الموسم. الاهلي من الظلم اللي حاق به في الموسم اللي فات بتاجيل الاسابيع الاخيره هو اللي عمل الازمه دي، فاضطر الاهلي طبعا اضرت بالاستعداد للموسم الجديد في الانتقالات والقيد. بس محمد الاهلي ضم لاعبين وسابهم قبل الموسم حقيقي، فهو ده اللي خلى انك انت عملت الثلاث لاعبين استبدلتهم انما لما كان يبقى النظام عادي وخسرت لاعبين سبتهم بمبالغ اقل، بعضهم سبتهم ببلاش. ما عشان كده مركز التسويق والتحكيم فريخي انصف الاهلي ضد اتحاد الكوره بسبب تاجيل الدوري بعد كاس الامم نتيجه هذه العوامل. كانت من ضمن الاسباب التحكيم شايف فيها ان النادي الاهلي كان عنده حق واتضرر ماليا وفنيا كان مساله القيد. ولذلك انا شايف ان القيد والاستبدال انت اتضررت برضه طبعا. انا شايف ان الحكم تاريخي برغم طبعا المبلغ لا يساوي شيء، الاهلي ما بيلعبش، ما كانش رافع القضيه عشان فلوس، ده اذا كان على الفلوس الاهلي يبقى 15 20 30 مليون انما الحكم تاريخي. بس هو للاسف ما هو المبلغ اصل لو اتكررت كذا مره الاتحاد هيفلس للاسف لان المبالغ الماليه اللي اختصرها الانديه اللي عمالين يدفعوه لجنه التسويق مش لجنه المسابقات عمالين يدفعوا الاهلي والزمالك وكل الانديه ارقام مش بتدور عليها في لوائح مش لاقيينها. والله استاذ محمد انت فكرتني بجزئيه مهمه جدا. فاكر لما توقع الاهلي 50,000 جنيه غرامه في ماتش اسوان؟ ايوه والله العظيم انا اللائحه معايا وقريتها، مش اللائحه شروط المسابقه، والله العظيم مش مكتوب في شروط المسابقه او في اللائحه 50,000 ما بين الشوطين، مكتوب قبل بدايه لا مكتوب قبل بدايه المباراه. يعني هو لما وقع الاهلي غرامه 50,000 جنيه وكتب في حيثيات القرار لتاخر النزول بين الشوطين. اللائحه نفسها مش مكتوب فيها ان انا اتغرم لو نزلت متاخر بين الشوطين، مكتوب لو نزلت متاخر قبل بدايه المباراه. يعني حتى القرارات الماليه او الغرامات الماليه اللي بتنزل مش موجوده في اللائحه. حضرتك يا استاذ محمد التهديدات التي اطلقتها اللجنه اللي بتدير اتحاد الكوره باعتبار الاهلي منسحب، هي بس ما قالتش تهديدات عشان بس واضح. لا ما كانش في تهديدات ومحدش قال الاهلي يعتبر منسحب. طلعت ما هو احنا يعني عشان احنا بنحب نرمي حضرتك صحفي كبير وعارف يبقى في بالونات اختبار، بالونات اختبار بس ما يصحش تبقى من اتحاد الكوره يعني مصادر، بس ما تبقاش مصادر جوه الاتحاد. بس مش عايزين نقول الاتحاد بشكل مباشر ان ما كانش بيتكلم على لائحه ما هيش موجوده، ده لائحه الموسم اللي فات. اللائحه الجديده ما بتقولش الكلام ده. يمكن احنا دخلنا في كذا امر فرعي، دخلنا في كذا حاجه بس كنا رايحين في قصه فكره الاستبدال، وراك بتاكد على ان اللوائح بتحترم طالما بدات بيها المسابقه. أيوة. لازم تنتهي بيها. مظبوط. انا بالرغم ان الاهلي ممكن يستفيد لا الاهلي عمره ما دور على استفادته. لو تلاحظ يا استاذ محمد ما اثاره الاهلي من قضايا لم يكن من اجله فقط، ده على مدى عشرات السنين كان للصالح العام، كان للصالح العام والتاريخ بينصف الاهلي بعد كده. ايوه الرؤيه بتاعت الاهلي بتبقى رؤيه واسعه وشامله ونتيجتها بتظهر بعد كده. دي بقى الاداره الواعيه جيدا. يمكن انا الزميل العزيز استاذ محمد حسن البنا، دكتور محمد حسن البنا ده من كبار الاهلاويه وترأس الاخبار جريده الاخبار لمده سنتين رئيس تحرير، هو بيحب الاداره
يعني الصحافة والإدارة. رسالة الدكتوراه بتاعته عن علم جديد في الإدارة اسمه الحوكمة. تمام. الإدارة الرشيدة. إن أحكم كل حاجة صح في أمور الإدارة. فكنت بكلمه في التليفون من أيام قلت له محمد أنت ملاحظ هي ده علم جديد. طب إيه رأيك إن الأهلي بيطبقه بس يمكن ما كناش نعرف إن اسمه الحوكمة. الأهلي بيطبقه من سنين طويلة. بيطبق أهداف هذه الإدارة لكن بدون المسمى اللي هو المسمى أو الناس عارفاه. إن هي إزاي أمشي طرق سليمة، إزاي أخد الحق، إزاي أقيس المستقبل بيقول إيه، إزاي ما اشتغلش على الرغبات الخاصة فقط. فقال لي أنا يعني إن شاء الله أضيف في الكتاب اللي بيعمله جزء عن الحوكمة في الإدارة الرياضية كما هي في النادي الأهلي، مش كما هيعملها الأهلي، كما هي في النادي الأهلي. تمام. فالأهلي بالفعل مدرسة الحمد لله في كل حاجة. طيب في جزئية مهمة عايز أخد رأي حضرتك فيها، وهي عشان بعيد عن الكورة ممكن التناول الإعلامي ليها مش هيبقى بالشكل الأوسع. النهاردة كان في مؤتمر صحفي مهم جدا جوه النادي الأهلي، والمؤتمر كان خاص لإطلاق تطبيق جديد لخدمة أعضاء النادي. أولا شايف الخطوة دي شايفها إزاي، وتطبيق هذا الموضوع بالنسبة للنادي الأهلي ومواكبة العصر والتكنولوجيا حتى قدامنا هي على الشاشه جزء من وقائع هذا المؤتمر الصحفي. أيوة. المتعلق ان خلاص التكنولوجيا بقت موجوده في كل حاجه، فيبقى في تطبيق ابلكيشن موجود على الموبايل او على التاب بالنسبه لاعضاء النادي، سواء في تسديد الاشتراكات، كل الامور اللي ممكن ينفذها جوه النادي الاهلي من غير ما يروح ولا يقف طوابير ولا ولا ولا، حتى الدفع كمان النقدي يبقى من خلال هذا التطبيق. شايف الخطوه العملاقه دي ازاي؟ حضرتك خلاص قلت الوصف، قلت ان هي خطوه عملاقه. والنادي الاهلي كل خطواته عملاقة في كل حاجة. على فكرة أقدر أقول الوصف ده من سنة 1907، كل ما قام به النادي الأهلي كان خطوات عملاقة الحمد لله في إنشاء النادي، في الحق، في القرارات السليمة، في مواجهة الأخطاء من أيام أخطاء حسين حجازي وحتى حسام حسن وإبراهيم حسن. الأهلي ما فيهش كبير على المعاقبة ولا فيهش ظلم وما فيهش تسوية حسابات، بس الأهلي احنا يعني يمكن احنا بنقول ان دايما الكابتن صالح والكابتن طارق كانوا يتكلمهم عن الكابتن مختار التتش. لا الكابتن الكلام ده من سنة 1907 كمان. الأهلي أوقف نجم نجوم الكرة المصرية حسين بك حجازي، أخذ البكوية في خطأ بيتعمل مليون مرة بعد كده ومحدش بياخد باله. الأهلي اتظلم في ماتش نهائي الكأس السلطانية وليس كأس مصر، لأن كان الأول المسمى القديم. لا كان في كأس مصر فعلا الأهلي كسبها في هذا العام، إنما دي كان كأس سلطانية، قول زي مثلا اللي هي كاس رابطه المحترفين زي كاس الاتحاد كده او كاس رابطه المحترفين. كاس الاتحاد هو كاس الرسمي. الاهلي اتغلب من الترسانه بظلم تحكيم 2-1، كابتن حسين حجازي وبعض اللاعبين رفضوا يطلعوا من الملعب ياخدوا الميداليات، انما الباقيين طلعوا. في انديه الوقت بترفض تطلع خالص ومحدش بيقول له انت عملت كده ليه. الاهلي اوقف حسين حجازي نجم مصر ونجم النادي الاهلي. على فكره ده سنه كام يا استاذ محمد؟ 28 سنه 1928. ايوه حسين حجازي، انت ممكن تضحك لما تعرف ان الاهلي كان اسمه فرقه حسين حجازي. تخيل انت بتتكلم عن يعني قيمه نجم كبير. ايوه بس النادي احتراما للمبادئ وللروح الرياضيه هدد انه هيروح المختلط، قالوا له روح. هو ليه توقف؟ هو كان كابتن الفريق. الاربعه اللي سمعوا كلامه اعتذروا، هم سمعوا كلام الكابتن فاوقفوا اربع مباريات. اتحاد الكوره تدخل، كنا هنلعب في دوره اولمبيه عشان يشارك ما هو معنى ان الاهلي يوقفوا انه
كان في احترام، ما تقالش الاهلي خلاص يوقفوا انت من النادي، لا توقف من الكره المصريه. لا، ما هو الاهلي كان بيوقف لعيبه لمبادئ معينه، وكان كان الاتحاد بياخدها تلعب مع المنتخب. ايوه، لا اتحاد الكره حاول مع النادي الاهلي، الاهلي تمسك راح الزمالك او المختلط راح. في جمهور، ما انا عشان كده بقول لك فرقه حسين حجاج في جمهور راح وراه. طب كانت ازمه استفادت منها مصر والنادي الاهلي، ظهر مختار التتش. ظهر مختار التتش وكان من نجوم الدوره الاولمبيه دي. طلعنا فيها الرابع برضه، طلعنا الرابع مرتين 28 و64. من هنا جت بقى كلمه نادي القيم والمبادئ. مبدا من سنين بتمشي عليه لغايه دلوقتي. نادي طيب، هل حقق خارج الاهلي ما حققه داخل النادي الاهلي؟ اطلاقا اطلاقا. يبقى مش اللاعيبه اللي بتعمل الاهلي. هل الـ 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 بعض اللاعبين اللي جم الاهلي وطلعت بقى الكلام الكتير، و لولا الاهلي اخذ من النادي الفلاني وحرمه لاعبته، هم لما جم الاهلي كان الاهلي بياخد البطولات، ولما مشوا حتى الاهلي بياخد البطولات، ولما مشوا وما زالوا دلوقتي جابوا بطولات ومشوا بعضهم، الاهلي ما خسرش. هم ما جابوش في غير بره ناديهم حد تاني بطولات. هو الاهلي اللي بيصنع اسم اللعيبه وبيصنع اسم النجوم، اللي بيصنع اسم اللاعب الاهلي. انا اتذكر مقوله قالها الكابتن صلاح سليم للعيبه في اجتماع في احدى المرات، قال لهم انت لما بتكسب او بتاخد بطوله بتعملها ليك انت، ليك انت لنفسك. ايوه، لكن الاهلي مش محتاج بطوله، الاهلي عنده تاريخ من البطولات ودولاب البطولات. ايوه، انت بتعمل تاريخ لنفسك. بص، صلاح سليم برغم انه خريج تجاره، انا ما اقدرش اقول ان هو درس اداره. دي مواهب. الاداره موهبه طبعا، موهبه من البدايه. الكره موهبه، تصقلها الدراسه ايوه، يصقلها التدريب ايوه، التمثيل موهبه تصقل في معاهد الفن والسينما والمسرح. اكيد. فالاداره موهبه. النادي الاهلي جامعه كما هي للرياضه، جامعه في الرياضه، هي مؤسسه رياضيه تعليميه اداريه. ايوه، على اعلى مستوى بصراحه. خلال مش والله مش الكلام ده بيتقال عشان احنا في قناه الاهلي، بس الاستاذ محمد الزرقاني بيتكلم اهي، يعني القعده اللي بنتكلم عليها هي حتى. أيوة. الكابتن صالح سليم. أيوة. والكابتن احمد ماهر الله يرحمه، يعني كانوا قاعدين مع فريق النادي الاهلي، وانا فاكر حتى في الجلسه دي والكابتن ثابت البطل رحمهم الله، يعني في هذه الجلسه الكل كان بيتكلم على حتى احترام التحكيم. لو الحكم ظلمك احترم التحكيم، احترم الحكم. فهنا القيم والمبادئ، التاريخ هو اللي بيأكدها. انا هحكي لك واقع عن صالح سليم، واقع عامة يعني، مش حاجة شخصية. في زميل صحفي انا مش هقول اسمه وصل لرئاسة التحرير في صحيفة رياضية يعني. تمام. ما كانش بيشجع النادي الاهلي، وكان عنده مشاعر مختلفة او مضادة ضد الكابتن صالح سليم، ما كانش بيحبه. فمره كان فيه دعوه في النادي الاهلي واجبرته، قلت له عشان خاطر تعالى معايا. هو كان دمه خفيف على فكره. فبعد فتره صالح سليم بيتكلم وهو فبيقول له يا كابتن صالح انا همشي. قال له ليه يا فلان؟ هو كان عارفه شخصيا. قال له هحبك يا اخي. شوف صالح اللي ناس كتير تتهمه ان هو متعالي، انه اجمل جمله اختم بيها دي يا استاذ محمد. احبك يا اخي. احبك يا اخي. استاذ محمد الزرقاني الكاتب الصحفي الكبير في مجله الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا وسعيد جدا بهذا اللقاء، ودايما تتكرر ان شاء الله كثيرا في الايام اللي جايه. انا سعيد بلقائك، يمكن اول مره التقي معاك، انما انا متابعك من سنين طويله في النادي الاهلي ومعجب بيك. وزي ما انت بتقول، انا على فكره عنوان مقالي الرئيسي كل اسبوع في الاهلي بحبك يا اهلي. بحبك يا اهلي. شكرا جدا يا استاذ محمد. شكرا جزيلا استاذ محمد. حلقه كانت مهمه جدا، وفقره بصراحه على المستوى الشخصي استفدت بيها، لان انا قاعد مع كاتب صحفي وقلم حر ورايه مهم جدا، ومن الناس اللي احنا من زمان واحنا حتى لسه في الدراسه وفي الجامعه وفي المدرسه بنجيب مجله الاهلي ونقرا لطبعا كتابنا الكبار من ايام حتى الراحل الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عبد المجيد نعمان والاستاذ محمد الزرقاني والكاتب الصحفي العميد شوقي حامد. ناس بصراحه علمونا صحافه وعلمونا ازاي نحب النادي الاهلي من خلال قلمهم الجميل في مجله النادي الاهلي. الى هنا تنتهي الحلقه الخاصه ببرنامج الاهلي الليله، ان شاء الله باذن الله التقي بكم في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله. شكرا والى اللقاء.